السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم مسائل تطبيق 1 ألف قانون كولوم للصف 12 علمي منهج دولة الإمارات العربية المتحدة العام الدراسي 2013-2014. المسألة كالعادة بنقرأ المسألة، بنسجل المعطيات والمطالب، ثم نختار المعادلة المناسبة للحل ونحل. فكرة حل المسائل هي تدريب الطالب على كيفية قراءة المسألة، استخراج المعطيات، تسجيلها بالرموز المناسبة، ثم كيفية اختيار المعادلة المناسبة، وهكذا. مش الهدف من الحل أنك تحفظ المسألة كما هي. شحنت كرة نخاع بيلسان، إذن عندي كرة نخاع بيلسان شحنت وهكذا، وضعت على بعد من كرة أخرى مماثلة، يعني إلها نفس الحجم لكن تحمل هذه الشحنة. إذن أعطيت كيو واحد زائد 6 × 10^6، ضربت ب10^6 هذا الميكرو. الميكرو معناه 10^6، وآر هو البعد بين الكرتين، 12 × 100 متر. ما مقدار الطلب؟ ما مقدار القوة الكهربائية المتبادلة بين الكرتين؟ يعني بده القوة الكهربائية المتبادلة، هل هي تجاذب أم تنافر؟ ونشوف بعدين الطلبين التانيين. هون القانون قانون كولوم، ومنعود ومن هذا الجواب، والنوع القوة بما أنه شحنتين، واحدة موجب واحدة سالب، إذن تجاذب. الطلب باء ما عدد الإلكترونات، بده عدد الإلكترونات الزائدة على الكرة التي تحمل الشحنة السالبة. أيضا بتستخدم هذا القانون، تستخرج منه عدد الشحنات لأن هذا ثابت تأخذه من الجدول. شحنة الإلكترون مقدار ثابت بتأخذه من الجدول، وكيو عاطيك إياها في المسألة ومطلوب منك هذا، لذلك استخرجنا منها إن المجهول. هذه عندك إياها في المسألة، هذه من الثوابت، هي بيطلع عدد الإلكترونات الزائدة. جيم ما عدد الإلكترونات، أيضا لاحظ طلب عدد الإلكترونات التي فقدتها الكرة التي تحمل الشحنة الموجبة، نفس القانون. كيو هي شحنة الكرة الموجبة، كيو الإلكترون من الثوابت، بيطلع هذا عدد الإلكترونات التي فقدتها الكرة التي تحمل الشحنة الموجبة. المسألة الثالثة أيضا قانون تعويض جواب. وضعت شحنتان، أعطاك كيو واحد وكيو اثنين بالميكرو كولوم. انتبه لا التحويل، ميكرو يعني 10^6، في الهواء فتنافرتا بقوة مقدارها، هذه قوة التنافر. المطلوب المسافة بين الشحنتين. رسمت الرسمة للتوضيح، لا كيو واحد ما عندك ياها وكيو اثنين عندك ياها، وار آر مجهولة، وهذه عندك ياها اللي هي نفسها هذه كمان من قانون كولوم. بشوف مين عندي، هذه موجودة وثابت كولوم موجود، وكيو واحد موجود وكيو اثنين موجود، هذا هو المطلوب. إذا بستخرجه بشكل رياضي، استخرجته بهذا الشكل. عشان أحصل على R بجزر الطرفين وبعود. هلا بدل R تربيع أخذت R وجزرت الكسر. هذه ثابت كولوم، وهي مقدار الشحنة الأولى، وهي مقدار الشحنة الثانية، وهذا القوة، هذه القوة. بتدخلهم بالآلة الحاسبة كلهم، لاحظ هون ضرب ضرب، وبعدين بنقسم وبعدين بنجزر. جواب بعد الجزر بيطلع بهذا الشكل، وفي أمان الله.